السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله يا رب يكون الجميع في خير وفي نعمة، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا الله يبارك فيكم، كان أخونا محروس من العراق طلب أن يتم تصوير ضم الخلايا أو طريقة ضم الخلايا الضعيفة عن طريق التدخين، تمام. فقلنا له إن شاء الله لو رحنا المرحلة لقينا أحد الخلايا فيها مشاكل إن شاء الله يتم الضم يعني ونصورها. طبعا الله يبارك فيكم، دي كانت تقسيمات، تمام، كان نازل لها ملكات عذارة، سواء ديت أو ديت، ما شاء الله تبارك الله، نسأل الله رب أن يبارك للجميع، تمام. طبعا بالنسبة لديت تبارك الله الملكة تلقحت وضعت البيض، الأمور ممتازة. بالنسبة للخلية ديت، تمام، أو التقسيمة ديت، الملكة حدث أمر ما خرجتش للتلقيح، وده بيحدث دايما عند معظم الإخوة، تمام. فأنا بالتالي دلوقتي مش متوفر عندي ملكات عذارة، وإن أنا أتركها تربي ملكات عذارة مشكلة، ونقدر نقول ممكن تخش مني في التكذيب. طب اللي أنا هعمله إيه؟ هضم طبعا 3 أو 4 براويز دولت على الخلية اللي هي الملكة بتاعتها تلقحت، تمام، عن طريق التدخين، تمام. طبعا أنا فحصت الخلية أول حاجة، وقمت بالتقفيص على الملكة اللي هي متلقحة حديث، ما شاء الله تبارك الله، اللي هي ديت اللي متلقحة حديثا، تمام. ومسكت الملكة كذلك برضو لو انتوا شايفينها في القفص تحت، اللي هي العذراء اللي ما تلقحتش. طبعا الملكة العذراء اللي ما تلقحتش دي انا هتخلص منها، تمام، ولكن انا مرضتش ان انا ابحث عن الملكة امامكم عشان ما ناخدش وقت في الفيديو، تمام. طبعا دي هتخلص منها الملكة دي، اللي هي بمعنى اصح ما خرجتش للتلقيح، ربما يكون مر عليها 15 يوم، ازيد من 15 يوم، تمام. وانا بالنسبة لي الملكة العذراء ما بين 10 لل15 يوم دي فرصتها في التلقيح، خلاف ذلك بتخلص منها. طبعا ان شاء الله يتم الضم الخليتين، طبعا زي ما انتم شايفين جنب بعض، تمام، عشان بس يكون الصوره واضحه، تمام. طبعا ان شاء الله لما هضم الخليه ديت على الخليه دي، تمام، احاول اخلي الخليه اللي هي النظاميه او اللي فيها ملكه نظاميه في المنتصف، يعني نقدر نقول متوسط المكان، بحيث ان النحل السارح، تمام، يخش، تمام. طبعا الله يبارك فيكم، طبعا طرق ضم كتير جدا، وكل واحد بيشتغل بالطريقه اللي عاوزها او المناسبه ليه، تمام. طبعا ولكن بناء على الاخ محروس من العراق لما كان قال لي يا ريت تصور لنا فيديو بالنسبه للتدخين، فحبينا نصور الفيديو، الله يبارك فيكم. طبعا الله يبارك فيكم، بالنسبه للتدخين المدخن زي ما انتم شايفينه شغال، تمام. الهدف ايه؟ ان انا ادخن على النحل سواء في الخليه دي، تمام، او الخليه الاخرى، تمام، بحيث ان انا اقدر اشتت الفرمون الملكي، تمام، اللي هو ريحه الخليه ديت، اشتت الريحه بتاعتها، وكذلك الخليه دي اشتت الريحه بتاعتها، بحيث لما يتم ضم البراويز على بعضها، تمام، ما يحدثش قطال ما بين النحل، دي اهم حاجه، ما يحدثش قطال ما بين النحل، تمام. طبعا اهم حاجه زي ما احنا قلنا قفصنا على الملكه دي اللي يهمنا، لو انتم شايفينها، تمام، دي الملكه اللي احنا قفصنا عليها، طبعا هنقفص عليها لمده يوم واحد 24 ساعه. الهدف ان انا احميها، ان ممكن اي نحل يقتلها، تمام. طبعا دي هتخلص منها، تمام. طبعا الله يبارك فيكم، باختصار شديد عشان ما نطولش ان شاء الله في الفيديو، تمام، انا هشيل برواز من هنا، تمام، وهحطه ما بين البروازين، يعني هشيل برواز جنب برواز، تمام. اتمنى يكون الصوره واضحه، تمام. طبعا اول برواز اللي هو جنب الجدار ده في الخليه النظاميه انا هسيبه، طبعا زي ما قلت لكم الله يبارك فيكم ان يتم التدخين على الخليتين على اساس لما يتم ضم النحل على بعضه ما يحدثش قطار، وده الهدف لينا، او ده اللي يعتبر اهم لينا. طبعا زي ما انتم شايفين قدامكم نزلنا البرواز، تمام، يتم الصاقه، اتمنى بس يكون الصوره واضحه لان انا بصور لوحدي، يتم الصاق البرواز جنبيه،
وكذلك ناخد البرواز اللي هو في الخلية النظامية نخليه في الجوار تمام. اصبح اللي احنا عملناه دلوقتي الله يبارك فيكم البرواز من الخلية النظامية جنبيه برواز للضم اللي احنا شلناه قدامكم تمام، كذلك برواز من الخلية النظامية هنحط جنبه هنا في الجوار بروازية من الخلية اللي هي الايه الاخرى تمام. كذلك نضم البرواز ده عليه وهنيجي طبعا على اخر برواز الله يبارك في الجميع تمام وهنحطه، ولكن اخر برواز دوت تمام قبل ما احطه طبعا انا عاوز اموت الملكة دي اللي هي طبعا ما تلقحتش تمام. طبعا زي ما انتم شايفين اهي تمام دي خلاص مفيش فايده منها لان زمان احنا قلنا جلست حوالي 15 يوم او ازيد هي عذرة تمام، يعني بمعنى اصح مش هتخرج للتلقيح تمام. طب دي انا قتلتها ليه تمام، او اقصد ان انا موتتها ليه، لان الله يبارك في الجميع دي لا قدر الله لو دخلت في الخليه بالخطا هيكون مشكله طبعا، لو دخلت زي ما احنا قلنا في الخليه هتكون مشكله لان طبعا هنا في ملكه زي ما احنا قلنا مقفصين عليها اللي هي الملكه النظاميه. تاني شيء الملكه دي لو تركتها حي انا مش هستفيد منها، تمام. طبعا القفص زي ما انتم شايفين متقفص عليه الملكة تحت في الأسفل دي، إن شاء الله نقدر نقول 24 ساعة يتم الإفراج عنها تمام. حاول نسيب لها منفذ، ده كده كده البرواز الأخير ده برواز عسل، حاول نسيب لها منفذ عشان النحل يغذيها من ورا القفص. إزيك يا عم الحاج الله يعزك الله يبارك لك. طبعا الله يبارك في الجميع زي ما احنا شفنا النحل خلاص كده اعتبر احنا ضمناه مفيش فيه اي مشكله او مفيش اي قطال تمام. فتحه السروح بتاعه الخليه زي ما انتم شايفين تمام، امام فتحه السروح تمام. طبعا لو فيه لا قدر الله قتل او قطال هيكون مجزره تمام. طبعا لو انتوا تلاحظوا دي الملكة اللي احنا لسه قاتلينها تمام، هي خلاص دي اهم حاجة ان احنا نقتلها. طبعا انا قلت ان احنا نقتل الملكة او نشيلها نموتها، لان طبعا لو دخلت هنا بالخطأ وجود عذرة مع وجود ملكة تانية يحدث مشكلة كبيرة. طبعا النحل اللي هو بيخش هنا في الخلية دي انا هرفع الخلية دي زي ما انتوا شايفين كده. طبعا النحل ده انا بالنسبة لها هشيل الخلية دي الله يبارك في الجميع من المكان بتاعها تمام، واحط الخليه اللي احنا ضمناها في المنتصف على اساس ان النحل ده كله انا استفيد منه هنا. طبعا مش هيمثل خطر طبعا النحل ده كله، ربما يكون معظمه ما شاء الله اللي جاي من مرعى تمام، اللي جاي من السروح. فطبعا اي نحل جاي من السروح محمل سواء حبوب لقاح او محمل رحيق او اي شيء زي ما انتم شايفين كده تمام، ده بيخش الخليه او مسموح يخش الخليه بدون قتال تمام.
فان شاء الله هنحاول نشيل الخلية ديت من المكان. ونحط الخلية ديت في المنتصف. في المنتصف ما بين الخليتين. طبعا زي ما انتم شايفين، طبعا انا ربما اكون بعتذر لان انا اللي بصور لوحدي، ولكن مش عاوز افصل الفيديو على اساس تشوف كل شيء. طبعا النحل زي ما انتم شايفين هيجي يخش فتحة السروح بدون اي مشكلة زي ما انتم شايفين. تمام. طبعا اللي انا هعمله دلوقتي ان انا فقط هدي كمان دخان هنا، وضع الخيشة او القماش، واقفل ايه الخلية. تمام. ان شاء الله يعني هنحاول برضه نخليها مع بعضينا. طبعا زي ما احنا شايفين قفلنا الخلية. تمام. اصبح النحل اللي داخل دلوقتي سواء محمل حبوب اللقاح ربما البعض يشوفه، او في الخلية الاخرى لا يوجد فيه اي مشكلة. تمام. وبالتالي هيسمح بدخول النحل. تمام. طبعا نروح للخلية بتاعتنا الاخرى اللي فيها بعض النحل دي. طبعا بالمناسبه النحل دوت زي ما احنا قلنا نحل نظامي، او نحل بمعنى صح الملكه اتاخرت في التلقيح، يعني ما فيهوش تكذيب، ما فيهوش مشكله، بس حتى يكون العلم عند الاخوان يعني. تمام. طبعا زي ما انتم شايفين نفضناه على النحل كله رايح فين؟ كله رايح للخليه يخشها. واحد هيقول لي في مشاكل او قتل، اقول له الحمد لله الامور هتكون بخير. تمام. طيب احنا الملكة زي ما احنا قلنا مقفصين عليها عشان نأمن الملكة. الملكة طبعا مقفصين عليها الملكة. ملكة لا قدر الله لو حرة مشكلة. طبعا النحل اللي هنفوته ده كله نحل كبير سارح. تمام. فالمعظم منه كله او الذكور او كل ده هينطلق للخلية زي ما انتم شايفين. حتى يكون بس العلم عند الاخوة. طبعا الله يبارك في الجميع. الخليه زي ما انتم شفتوها، الخليه ديت تمام كانت محطوطه هنا، فانا اصبح ان انا وسطنت الخليه على اساس ان هي طبعا الخليه كان لها سحن نحل سارح، والخليه الاخرى اللي انا رفعتها اللي هي ديت تمام وضمتها كان كذلك ليها نحل سارح. فانا عاوز استفيد من نحل الخليتين يخش الخليه اللي انا قمت بالضم عليها، ما يخشش على الخليه اللي بعديها. تمام. طبعا فيه ملحوظه بسيطه. تمام. وهي بعد عملية الضم إن شاء الله بكرة بإذن الله هاجي عشان أفرج على الملكة. تمام. فلما هاجي أفرج على الملكة بكرة عشان بس يكون الكلام واضح، لو أنا حسيت مثلا إن الخلية محتاجة مثلا أرفع منها برواز أضغطها مفيش مشكلة. ممكن يكون أنا دلوقتي لما حطيت البراويز في أثناء عملية الضم حطيت برواز زيادة، حطيت مثلا بروازين زيادة، كل دوت بكرة أنا طبعا هعدله لو فيه براويز زيادة عن احتياج النحل هضغط الخلية. تمام. ولكن ليه دلوقتي ما وزيتهاش؟ صعب ان انا اوزيها دلوقتي، بالخصوص ان النحل زي ما انتم شايفين اللي واقف على فتحة السروح او اللي جاي من السروح او اللي كان في الخلية اللي احنا ضمناها تمام هيخش. طبعا زي ما احنا قلنا الله يبارك في الجميع، في واحد بيضم عن طريق الجريدة. تمام. اقول له اشتغل بيها مفيش مشكلة، بس يكون حريص طبعا ما بين الجريدة اللي في الطابق العسلي او الطابق الثاني وما بين التربية، لأن في الأيام اللي يكون فيها درجات الحرارة أزيد من 35 درجة
مشكله، عشان بس يكون العلم عند الاخوان، لان النحل لو اتاخر في عمليه ثقب الجريده وبالاخص ان العسله في الطبق الثاني بيكون مقفوله مفيش تهويه، بيحدث اختناق في النحل. تمام. طبعا الحمد لله الامور بخير. طبعا بس للعلم زي ما انا بقول لكم، النحل اللي واقف دوت واقف مع الملك اللي احنا قتلناها. عامة نحاول نرميها بعيد. طبعا اخواننا الله يبارك فيكم، لو فيه بعض النحل دخل على الخلية الاخرى ديت برضه لا يحدث اي مشكلة. طب هل في خطر على الملكة هنا؟ لا. ليه؟ لان النحل يخش لنا وربما يكون قليل او ضعيف جدا، انا يقدر نقول 10 20 نحلة ما مسلوش خطر. تمام. واحتمال ممكن عند خروجهم للسروح مرة اخرى يستعلم على الخلية برضه الاخرى ويخش فيها. يعني انا اتمنى بس يكون الصورة واضحة للاخوان. طبعا انا ما رضيتش افصل، حبيت يكون الفيديو متصل كله ورا بعضه، علشان بس الاخ اللي بيستمع ليا بالاخص المبتدئ يكون شايف الخطوات من اول خطوه لاخر خطوه. تمام. طبعا الله يبارك في الاخوان، نصيحه بسيطه وهي مش اي خليه ضعيفه مثلا 3 براويز 4 براويز تضمها. تمام. بالاخص في ايام النشاط اللي احنا فيها دلوقتي، ايام النشاط اللي احنا فيها دلوقتي في الانطلاقه بتاعه النحل في الربيع، ما تضمش خليه الا للشديد القوي زي ما انا عملت النهارده. ايه الشديد القوي؟ مش متوفر عندي ملكه. تمام. وبالتالي الملكه اللي موجوده عندي ما خرجتش للتلقيح، وبالتالي هتضع بيض ذكور مش هستفيد منه، وانا عاوز اجهز الخلايا بتاعتي لموسم البرسيم ان شاء الله، فبالتالي اضمها استفيد منها على ملكه ملقحه. تمام. لحد ما يتوفر عندي ملكات اخرى واقدر اخد منها تقسيمه لو انا حبيت، او ارفع طبق تاني لو انا حبيت. تمام. طبعا لو اخ من الاخوان مثلا عنده خليه 3 براويز تمام ضعيفه فيها مشكله، شوف المشكله ايه. لو مشكله مثلا الملكه غير الملك، لو المشكله مثلا محتاجه دعم برواز حضنه مغلقه يديها برواز حضنه مغلقه. تمام. مقصود كلامي شوف الطرق اللي الخليه محتاجاها وامشي معاها. تمام. لبي احتياجاتها. تمام. طبعا الله يبارك فيكم، الامور ان شاء الله مستقره زي ما احنا شايفين. نرجع للمكان اللي احنا كنا رمينا فيه النحل. تمام. ربما يكون ما فيش الا 3 4 نحلات، وسرعان زي ما بيقولوا كده ما هيطيروا ويروحوا للخليه مره اخرى. طبعا زي ما احنا قلنا الله يبارك في الجميع، طرق الضم كتير. انت شوف الطريقه اللي هتناسبك ايه كرجل نحال واعملها. انا بالنسبه لي بشتغل دايما في اما احتاج اضم خلايا. تمام. بطريقه التدخين، مدخنه بتكون شغاله الله يبارك في الجميع زي ما انتم شايفين. تمام. وده اللي انا شغال بيه. الله يبارك في الجميع. طبعا المملكه العربيه السعوديه لما كنا بنشتغل في النحل المرزوم او النحل المصري ونسكنه في خلايا. تمام. ربما طبعا اصحاب المرازيم واللي بيسكنوا مرازيم عندهم العلم بالشيء ده، دايما باستمرار بعد ما ناخد العسل ونفرز عسل بنضم خلايا وما شابه ذلك. الله اكبر الله اعلم. طبعا اذان الظهر بيأذن، ف الله يبارك في الجميع، اتمنى يكون الصوره واضحه. زي ما انا قلت لكم دايما كنا بنضم الخلايا باستمرار بعد فرز العسل. تمام. على اساس نقدر نكون اكبر كميه نحل نستفيد منها في مواسم العسل. طبعا الحمد لله دي الطريقه اللي انا كنت بشتغل بيها دايما باستمرار. في اخ ممكن يشتغل عن طريق ميه ورد او اضافه عطر في ضم الخلايا، برضه مفيش مشكله. مفيش مشكله. اتمنى يكون الفيديو الاخ محروس تستفيد منه. تمام. الله يبارك في عمرك. وطبعا ربما بعض الاخوان بيطلبوا بعض الفيديوهات، يعلم الله ساعات بيكون الوقت صعب للواحد ان هو يصور من المنحل.